السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني أنا بالسابق كنت لما أتفرج على يعني على الصورة هاي أفكر إنه مثلا نوع كان معجب مثلا بالجنو، اللي هو حيوان النمل اللي إحنا بنسميه، لكن اكتشفت إنه هو اختاره ل يعني رمز معين. فالبروفيسور ريتشارد ستولمان زي كأنه كان بده ينطح الشركات الاحتكارية، أو يعني يعني نوع من الإرهاب، خلينا نسميه، بده يرعبهم، يعني بده يرعب الشركات الاحتكارية. ليش؟ لأنهم يعني مسيطرين على كل شيء، لدرجة إنه محدش صاروا يتحكموا بالأمريكان، بطلوا هم خلينا نسميهم الداعم للأمريكان، صاروا هم يحجزوهم زي كأنهم بقفص، فكل شيء عليه ريستريكشن، كل شيء حرية عذرا، كل شيء يعني بيتكلموا عن حماية شو الملكية الفكرية وحماية الاختراعات والمواضيع هاي، لدرجة انه صار يعني موضوع الاختراعات وحماية الملكية الفكرية سبب اساسي في فشل كثير من المشاريع الرائعة. ف يعني بدوا بدعم الجنو، جنو اوبريتنج سيستم، عشان ينهوا هاي المشكلة، وتكاتفوا يعني الاف من المطورين والمبرمجين ومن كل انحاء العالم علشان يحلوا هاي المشكلة. طيب، احنا المرة الماضية عملنا تنزيل لهذا النظام. طبعا هذا النظام حاليا ما في اي، خلينا نحكي يعني ما في اي شيء، بس عبارة عن فريش انستول. بعدنا بس عملنا كونفيجريشن للاي بي ادريسز، والاي بي ادريس اخذه من الدي اس سي بي سيرفر على الوان. طيب، اول شيء بدك تعمل سكيور للسيستم تبعك. فانت كل اللي راح تعمله انك راح تدخل على الادفانس. هون الان في عندك شو البروتوكول، انا بحكي لك سواء شغلت ال HTTP او ال HTTPS عمرك بحياتك لا تفتحهم للناس، يعني لا تعرضهم ل مثلا الشبكة الداخلية تبعتك، لا مش الشبكة، لأي شيء مش تراستد. فإذا كنت أنت بتشتغل لحالك فهو راح يكون عندك مفتوح هذا البورت من جهة الأوبريشن سنتر بس، خاصة السكيورتي أوبريشن سنتر. TCP بورت هو على البورت 80، لكن لأي سبب ممكن تغيره لأي شيء خاصة بغيره للبورت 80 80 إذا كان في عندهم أسباب أساسية لهذا الموضوع. طبعا هنا ويب كونفج وين ويب جوي إذا بدك تعمل ريدايركشن لهاي، طبعا ديسيبل باي ديفولت. في يعني كثير من الأشياء، ودائما صديقك الأيكون الصغيرة طبعا هاي هون اللي راح تدلك إذا في عندك أي مشكلة أو استفسار عن أي خيار. يعني هو بس بيحكوا لك معلومات أساسية، ما بيحكوا لك شو كيف تستخدمها والكذا، لكن بحكوا لك فكرة، يعني انت لازم تكون عارف شو هو بالاصل. هون السكيور شيل اللي هو انك تعمل اساساتش عليه، يعني بنعرف انه الاساساتش شو هو، خدمة اساسية انت بتقدر تعملها. الان بالنسبة للاساساتش فبس انت عبارة عن انك تعملها انيبل وبتعمل سيف، بيشغل اساساتش على اللان انترفيس. ف الان صار في عندنا اس اس اتش. في كمان هون خلينا نحكي اول شيء عن الاس اس اتش. الاس اس اتش في عندك طريقتين عشان تعمل اس اس اتش على اي سيرفر بالعالم، اي شيء بيدعم الاس اس اتش. الطريقه الاولى اللي هي انك باسورد ويوزر نيم، احنا بنعرفها كلياتنا. الان الطريقة الثانية اللي هي authentication. ف كيف بدي اعمل authentication؟
طبعا في كمان شغلة بس قبل ما ننتقل من هاي الصفحة، انتو شايفين انه الان لو اي واحد جلس امام الفاير وول تبعنا عادي بيقدر يدخل هنا، حتى بيقدر يدخل على الشل اذا بده، يعني على النظام نفسه، يعني بيقدر يدخل هنا اوامر ومثلا يحكي هاي السيرفيس اس اس اتش ف طيب يعني هنا دخلنا على النظام الاساسي بتقدر تحكي له السي دي مثلا، يعني هاي كل الاشياء اللي بدك اياها سلاش اتسي، خلينا نروح مثلا بتقدر تروح على الان تي بي، بعد ما تروح على الان تي بي خلينا نعمل الاس ما في شيء، syslog.conf لو حكيت له مثلا في اي هون، يعني انا اللي بدي اورجيك اياه انه انت موجود على نظام لينوكس عادي، فبتقدر تعمل كونفيجريشن زي ما انت بدك، وهيك احنا بنرجع لهون. فاهم شيء انك تعمل سكيور هذا الموضوع، وهذا شيء نسيت حتى احكيه بالسلسله الانجليزيه، فتعمل له سيف. الان لو تشوف خلال لحظات صار في عندي لوجن، فانا بقدرش غير لما ادخل يوزر نيم باسورد، طبعا يوزر نيم روت باسورد، الباسورد اللي وضعناه انا وياكو، وهيك بنكون. لما بدك تعمل لوج اوت اول خيار صفر، فانا بعمل لوج اوت. هاي بالنسبة للشاشة الاساسية. كمان هون بدك تيجي على الجنرال سيت اب علشان نضيف علشان نضيف، لا مش هون، الان احنا اللي بدنا نعمله انه احنا شفنا او لسه ما شفنا. طيب اي اس اس اتش روت على مين، وين السيرفر 192.168.56.254، تقبل هاي الفينجر برينت، بعدين وهيك انت صرت جوا الراوتر. الان يعني كل مرة اذا كان خاصة الباسورد صعب، وهو المفروض يكون صعب جدا، فانت بتكون مسجله على ورقة، والورقة بتكون داخل شركتك موجودة بالدوكيومنتيشن داخل يعني خزانة محصنة او في غرفة معينة تتعرض، يعني الها زي ما نحكي ابعاد امنية يعني. فلو ضغطنا زيرو واحنا الان فقدنا الاتصال، اذا كنت على اللينوكس سيستم فانت كل اللي راح تعمله تحكي SSH كي، وراح تشوف انه في عندك جين كي جنريتر، تضغط كي جنريتر بتعمل اللي هو ال SSH كي، ما في بس تضغط انتر 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 بس بيولد عندك ال SSH كي. كيف ال SSH كي؟ عبارة عن عبارة عن ID rsa.pop. فانت شايف هاي ال SSH كي، هاي عبارة عن الاشي اللي راح يعمل انكريبشن لل هاي. طبعا انت بتودي النسخة البابليك، ليش البابليك؟ لانه هاي القفل، يعني انا بحكي لك كيف اللي بصير، انك انت بتبعث البيانات بتنبعث من الفايروول مشفرة بهاي التشفير، اللي بفك هذا التشفير هو عبارة عن الشيء الموجود عندك على الجهاز. فانت هون خلينا نعمل كوبي علشان ما نرجعش نفتحه مرة ثانية. اللي بعمل كوبي، اللي بعمل تشفير اللي هي id.rsa، فهاي مش لازم تطلع من عندك من الجهاز نهائيا، هاي
القفل المفتاح وانت بتودي القفل، فزي كأنك انت بتودي صندوق فاضي للراوتر او الفاير وول، بيعبي لك يا معلومات، بحط القفل. اذا حط القفل وارسله برا الهاي، حتى لو لحقوا مسك الصندوق مرة ثانية، فهو ما بيعرف، ما هوش المفتاح، يعني خلص انتهى الموضوع. اذا شفر البيانات بالببليك كي تبعك انتهى الموضوع، لحتى ما يوصلك الصندوق. الصندوق بتفتح الصندوق وبتطول المعلومات او الاشياء اللي انت بدك اياها. ففي عندك طريقين طبعا، يا اما بتحكي له SSH. في عندك خيار هون اللي هو كوبي اي دي، ففي عندنا الكوبي اي دي، او يعني طبعا كوبي اي دي بتحكي له انه الاي دي تبعك هو عبارة عن SSH اي دي دوت ار اس اي، او بتيجي يعني هيك بدك تحكي له SSH كوبي اي دي، بعدين بدك تحكي له داش اي الايدنتيتي دوت SSH RSA ID دوت RSA دوت public، بعدين بتحكي له root at 192.168.56.254. الآن راح يطلب منك الباسورد، دخل باسورد بس، بعدين بصير تفوت على الجهاز بدون باسورد. الطريقة الثانية هي الطريقة الأولى، يعني بصير خلص بس تعمل SSH تدخل مباشرة. الطريقة الثانية انك تدخل هون، احنا عملنا كوبي، يعني احنا الآن موجود عندي بالذاكرة او البفر الكوبي تبع الـ RSA، فانت بس عبارة انك بتيجي ل تيجي على اليوزر مانجر، بعدين خلينا نعمل ايديت لليوزر مانجر للادمن، بتنزل على authorized key وبتعمل بيست. طبعا هون بورجيك او لما ما في ما بعمل بوب اب ويندو، بتعمل سيف. بس تعمل سيف هذه الكي تبعك، تيجي لهون تعمل، طبعا هون بطلب مني الباسورد، هاي نوع من السكيورتي مش راضي يتحرك نهائيا من الزاوية. على كل حال هو نوع من السكيورتي، بحكي لي انه في حدا قاعد بحاول يستخدم البابليك كي تبعك. اوكي، موافق على الموضوع ولا بتمنع هذا الموضوع؟ يعني علشان مثلا البراوزر مرات ممكن يخترقه ويطلب البابليك كي، يعني يطلب البرايفت كي، فانت علشان تمنع هذا الموضوع، يعني نوع من الحماية الزيادة، فعلشان تمنع هذا الموضوع فانت كل اللي راح تعمله انك تدخل باسورد تبعك، علشان ما هو ما يجي البراوزر المخترق يعمل كونكشن مع السيرفر تبعونك ويدخل بيانات واشياء مثل هيك. وهيك بنكون احنا يعني عملنا كونفيجريشن، بيسك كونفيجريشن للاشياء الاساسيه اللي هي تبعت الحمايه والامن والاتصال مع الفاير وول تبعنا. طبعا ما بدي اذكرك انه انت شغال على وين، على اللوكال لان. لو دخلت على الرول فانت بتلاحظ انه في ثلاثة رول، طبعا هاي انسى موضوع بعدين نتكلم عنها. في عندك الوان واللان، بتلاحظ انه هون الان اللان لو كانت موجودة عندك ناس على نفس اللان جهاز ثاني، فهو كمان بيقدر يتصل بالبورد 80 والبورد 22. فاذا كان عندك ناس ما بتعرفهمش او وايرلس اكسس بوينت، فلازم يكونوا على لان ثانية ويكون محجوب عنهم الخدمات هاي. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.